اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات احوال طقس بربوع المملكه لنهار اليوم الخميس. غادي تشكل سحب منخفضه كثيفه بكل من ساحلين الاطلسي والمتوسطي خلال الليل والصباح، فيما سيبقى الطقس نسبيا حار بسفوح الجنوبيه الشرقيه. عدا ذلك غادي تكون الاجواء مستقره ونسبيا صحوه بباقي الجهات. الرياح ستهب ضعيفه الى معتدله جنوبيه بسفوح الجنوبيه الشرقيه وشماليه بباقي ربوع المملكه. وبالنسبه لدرجات الحراره خلال الليل غادي تتراوح ما بين 15 و20 درجه بالشمال والسهول الغربيه وجنوب البلاد، وما بين 24 و28 درجه بسفوح الجنوبيه الشرقيه. اما درجات الحراره خلال النهار غادي تتراوح ما بين 24 و27 درجه بالقرب من سواحل، وما بين 30 و34 درجه بسهول داخليه وشمال الاقاليم الجنوبيه للمملكه، وما بين 36 و41 درجه بسفوح الجنوبيه الشرقيه وجنوب المنطقه الشرقيه. بهذا كنختموا معكم نشره جويه، كنشكر لكم طيب المتابعه، في امان الله.